مرحبا بكم متتبعينا الكرام في خبر عاجل. حادثة السير تصرع شخصين بين سطات وبرشيد، والآن إلى التفاصيل، وما تنساش ديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. لقيا شخصان اليوم الأربعاء مصرعهما على الفور نتيجة تعرضهما لحادثة سير على إثر استخدام وقع بين سيارة نفعية كان على متنها وبين شاحنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين سطات وبرشيد في النفوذ الترابي لعاصمة الشاوية. مصادر مؤكدة من مكان الحادث أفادت بأن شخصين، أحدهما محام من طنجة، كان على متن سيارة خاصة قادمين من مدينة مراكش نحو الدار البيضاء، إلا أن اصطدام عربتهما بشاحنة كانت تسير في الاتجاه نفسه بالنقطة الكيلومترية 49 على مستوى الطريق السيار بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، أدى إلى وفاتهما على الفور في ظروف شكلت محضرا من لدن عناصر درك التابعة لكوكبة الدراجات بسرية وجهوية سطات تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات سرية سطات وأفراد الوقاية المدنية بثكنة المدينة نفسها وممثل السلطة المحلية إلى مكان الحادث، حيث قاموا بالمعاينة حسب الاختصاص وتسهيل المرور والتأكد من سلامة سائق الشاحنة الذي لم يصب بأي أذى يذكر.